وفي الحقيقة في تحول بيحصل في النظام البيئي، يمكن ده بيرصده كتير من المتابعين والمهتمين بالنظم البيئية تحديدا، وبيأكد وبيقول إن الطبيعة في خطر، الطبيعة في أزمة حقيقية، لأن في أكتر من 1,000,000 نوع مهدد بالانقراض، وده بيأثر بشكل عام على السلسلة الخاصة بالبيئة بشكل عام. بنتكلم على 1,000,000 نوع مهدد بالانقراض، بنتكلم في تحول في النظم البيئية زي غابات الأمازون اللي بتعتبر يعني هي رئة للكرة الأرضية. عشان كده النهاردة هو يوم التنوع البيولوجي، وده يوم من ضمن الأيام الموضوعية في مؤتمر المناخ. تعالوا نتابع هذا التفصيل، هذا التقرير واللي فيه تفاصيل أكتر، ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا. اليوم تبدأ فعاليات يوم التنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، والذي يهدف بشكل أساسي لوضع التنوع البيولوجي في قلب مناقشات المناخ، سواء من خلال الحلول القائمة على الطبيعة أو التفاصيل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وارتباطها بتغير المناخ. تشمل المناقشات آثار تغير المناخ على المحيطات والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الأيكولوجية والأنواع المائية، إضافة إلى الحلول القائمة على النظام الأيكولوجي وارتباطها بالمناخ. ستتضمن الفعاليات أيضاً مناقشة العلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، مع تسليط الضوء على الإجراءات الرئيسية لزيادة مرونة النظم البيئية للتخفيف من حدة تغير المناخ. أيضاً سيتم اليوم إصدار ورقة مناقشة للمكتب والصندوق العالمي للطبيعة بعنوان الجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ. تتضمن الورقة 8 توصيات ذات أولوية لتخفيف أو عكس الاتجاهات السلبية في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.